وأوذي فيها محمد وصحبه، وسجن شيخ الإسلام ابن تيمية، وها نحن على الأثر. دار ابتلاء. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدت شيئا من الصداع؟ صداع لقيت وجدت؟ قال: وما الصداع؟ قال: وجع يصيب الرأس. قال: لم أجده. فلما ولى قال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فالدنيا دار ابتلاء. نأخذ مثال واحد من الأنبياء كيف ابتلاه الله عز وجل. صلى على رسول الله. الله عز وجل إيش قال عن إبراهيم عليه السلام؟ قال: وإبراهيم الذي وفى. وقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. طب كيف ابتلاه إبراهيم الله عز وجل؟ قال العلماء: قدم جسده للقربان، قدم جسده للنيران، وقدم ولده للقربان، وقدم طعامه للضيفان، فاستحق بذلك رضا الرحمن. الإنسان لما يكون صغير أهم إشي عنده جسمه، هندامه ومشطه ولبسه. فابتلاه الله عز وجل بأن ألقاه في النار فلم تحرق النار منه إلا القيد، بس قيد. فلما كبر، اسمعي إبراهيم عليه السلام هو إيش اللي صار؟ إبراهيم عليه السلام إيش قال لأهله وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. فهاجر إبراهيم فأخذ زوجته سارة ثم مضى إلى مصر. الملك أراد سارة على نفسها فشله الله عز وجل فأهداها هاجر، فأنجب منها إبراهيم وإسماعيل بعد أن زوجته إياها. فأراد له الله عز وجل أن يفطم القلب عن حب غيره. قال ابن القيم رحمه الله: فلما ولد إبراهيم لإسماعيل تعلقت من قلب الخليل بابنه شعبة من قلبه، فأمره أن يذبحه لا ليذبحه، وإنما ليذبح الشعبة التي تعلقت من قلب الخليل بابنه. لما أسلم وتله للجبين قال الله: إن هذا لهو البلاء المبين، وفداه الله بالذبح العظيم. فتخيل رجل في الثمانين ينجب طفلا هو السند بعد الله، يأمره الله أن يتخلى عنه في الصحراء مع امرأة ضعيفة جارية، ثم يأمره أن يتركه، فتركهم ودعا الله أن يمطرها عليهم فرجا، فأمطر الله الفرج عليهما من بعد تعب من هاجر. ثم إن الله أمره أن يذبح ذلك الوليد الذي لم يره إلا قليلا، فاستسلم إبراهيم. لم يأمره الله عز وجل بإرساله إلى عملية الاستشهادية، وإنما أمره بذبحه بنفسه. ولم يأمره الله عز وجل عن طريق ملك، بل أمره عن طريق وحي هو المنام وهو أضعف الوحي. فاستسلم إبراهيم لله ومضى ليذبح ابنه، فأراد للسكين أن تذبح. الخليل يريد للسكين أن تذبح والجليل لا يريد لها أن تذبح. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين. ابتلاء واضح، ابتلاء جدا واضح. فأعظم الناس، الدنيا دار ابتلاء، وأعظم الناس بلاء أقربهم إلى الله، وأعظمهم ابتلاء هم الأنبياء. فلو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما ابتلى فيها نبيا قط، لكن لما هانت الدنيا على الله هونها في نفوس أوليائه فابتلى بها أولياءه ليكرمهم بالجزاء في الآخرة. هذه قواعد
للسير في طريق الجنة. عشان هيك يا شيخ فادي معلش اسمح لي، قلنا انه في البداية يعني الطريق الى الجنة رغم سهولتها الا انها صعبة. سهلة وصعبة. نعم. سهلة يسير على من يسرها الله. صح. وصعبة يعني الكلام اللي بتحكيه، الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، الدنيا ليست دار راحة، دار هم وتعب، الدنيا ليست دار أمل، الدنيا دار ابتلاء. هذه فعلا صعبة أو عسيرة على من عسرها الله عز وجل. مش كل واحد بيحتمل أن يحبني، مش كل واحد بيحتمل أن يعيش في ألم وعناء وتعب. لكن الجزاء سهل، لكن الجزاء يستحق التعب والعناء. الجزاء إذا هنا تيسير الله على العبد، هنا التيسير أن 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 يذيقك الله لذة الجزاء تستهين من أجله كل تعب وكل عناء. ولذلك هانت الدنيا على نفوس أولياء الله عز وجل، فاشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة في أكرم عقد على يد أكرم ملك أنزله على أكرم رسول على أكرم أمة بأكرم الكتب، ووثقه بالشهود وهم الملك والنبي، ووثقه في أعظم الكتب القرآن والتوراة والإنجيل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اشترى الله نفوسهم وأموالهم فهانت الدنيا عليهم في سبيل الله عز وجل. ثم من قواعد السير إلى الله عز وجل أن الله عز وجل ما حرم شيئا إلا وهو يعني ضار لنا، وما أحل شيئا إلا وفيه مصلحتنا. فهمناها أو لم نفهمها؟